وقف الخلق ينظرون لا جميعا تستعرض هذه الفتاة الموهوبة جمال صوتها وحسب، بل تتغنى بما حققته من نجاح مبهر، المركز الأول في اختبارات الثانوية العامة هذا العام بحصولها على 100% من مجموع الدرجات، إنجاز لم تقف الإعاقة البصرية الكاملة لندى عائقا أمام إرادة الوصول إليه. أنا بذاكر 8 ساعات في اليوم، هما مش متواصلين يعني المادة مثلا بيبقى لها 4 أيام، بنذاكر في 3 أيام، واليوم الأخير بنخرج بنلعب بنك الحظ، بنعمل كل حاجة. نجاح شاركتها فيه شقيقتها التوأم نادين بحصولها على نفس المجموع والترتيب رغم إعاقتها البصرية الجزئية في إحدى عينيها، وإن كانت قد بذلت جهدا مضاعفا بتحملها ضغط المذاكرة لنفسها ولشقيقتها، إضافة لإيجاد فسحة من الوقت لممارسة هوايتها في العزف على آلة الجيتار. انا متعوده اذاكر انا وندى من ساعه ما بدانا المذاكره، ماما بتذاكر لنا سوا، فما كانش فيها تضييع وقت، كان عادي يعني انا بقرا الفقره وبعد كده بسمعها وهي بتسمعها، فببقى مره ذاكرتها وانا بسمعها ومره ذاكرتها وانا بسمعها، فكاني ذاكرت مرتين. نجاح لم يكن سهلا، بل تطلب تضحيات من الام التي تركت وظيفتها لرعايه ابنتيها. الام والاب ايضا واجها مشكله عدم تفهم كثير من المدارس لفكره دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه بالمدارس العاديه التي استحدثتها وزاره التربيه والتعليم، ويدرس بموجبها هؤلاء الطلاب المناهج ذاتها ويؤدون نفس الامتحانات لتحقيق المساواه بين الطلاب الاسوياء وذوي الاعاقه. المفروض احنا بنتفاهم مع الطالب، هو خلاص بقى كبير بما يكفي ان يبقى عارف الوضع بتاعه، لازم هيذاكر ولازم هيعمل، ولكن بدون ضغط نفسي يجيب اثر عكسي. كان احساس جميل جدا ان الاثنين جايبين 410 والاثنين طلعوا الاوائل، وكان احساس رائع، وحسيت ان انا بقى خلاص هو ده ربنا كلل كل الجهد ده بالنجاح الحمد لله. وعلى غير المعتاد لا تسعى ندى ونادين للالتحاق بكلية القمة، بل ترغب ندى في دراسة الموسيقى لتنمية موهبتها الغنائية، بينما تميل نادين لدراسة اللغات. إرادة التفوق وتحدي الظروف والإقبال على الحياة، في هذه المعاني تتلخص قصة نجاح ندى ونادين، نجاح غير تقليدي لم يكن الطريق إليه ممهدا ولا مفروشا بالورود. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.